اسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم ويانا في هذه الفقره المميزه، فقره سوقنا من سوق حراد سيارات الشارقه. ارحب بكم ان شاء الله. اليوم بيكون معرض ما شاء الله، عنده مجموعه كبيره من السيارات، سيارات الصغيره وايضا السيارات الكبيره، لكن السيارات الفارهه وكلها سيارات جديده ما شاء الله عليها. خلكم ويانا وتابعوا تعرفوا ان شاء الله اكثر مع اخونا صاحب المعرض، خبرنا عن السيارات والموديلات. حياكم الله مره ثانيه وياي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بكم في ارض معارض حراد سيارات الشارقه. طبعا تعرفين ان شاء الله وياكم مع اخونا الاستاذ خالد. الاستاذ خالد طبعا يتميز بسيارات الجميله والرائعه طبعا من فئه البي ام دبليو، لكن الان عنده اشياء كثيره ايضا بيخبرنا اكثر. السلام عليكم اخي. حياكم الله سلطان. وعليكم السلام، يا نورتونا. حياكم الله. الله يسلمك. الله يسلمك ما شاء الله. احنا بدايه الفقره خبرناه من المعرض يتميز بسيارات ما شاء الله رائعه، سيارات فاخره وسيارات ايضا من الطراز اللي هو عليه طلب دائما اللي هو الالماني والامريكي، وتخصص انت اكثر شيء في سيارات البي ام دبليو، لكن نشوف اليوم عندك تشكيله ايضا من الكادلك ومن المرسيدس، فخبرنا استاذ خالد عن السيارات الموجوده عندك اليوم. هلا هو السوق بيتطلب بعد تنويع من السيارات، وحبينا ننوع. يعني هلا دخلنا المرسيدس، دخلنا انواع الكادلك، عندنا البنتلي، عندنا الميني كوبر، والحمد لله يعني في تشكيله كثيره من كافه انواع السيارات حسب السيارات اللي بيطلبوها الافراد والسيارات العائليه. العائليه ايضا. وسيارات لجميع الاستعمال اليومي مثلا نقول. الاستعمال اليومي. نعم، بما ان دخلنا احنا في السيارات العائليه، نشوف عندنا هذه السياره الجميله ما شاء الله، وايضا الحديث تخبرني عن الفئه والموديل. هذا بي ام دبليو اكس 7 موديل 2019 وفي 2020. طبعا هاي السياره عائليه لانها تجي 7 مقاعد. طبعا فيها عده كماليات الرفاهيه مع رادار وكراسي دايموند، تبريد، تسخين، اضاءه في اضاءه نجوم في فتحات السقف، بالاضافه الى شاشات خلفيه، الاكسسوارات الخارجيه اللي تتم الوكاله هذه طبعا. ايوه، وهذا النوع بيجي ام كيت. نعم. من الاكس 7. فئه الاكس 7 مشاهدينا الكرام، بالاضافه الى الام كيت اللي هي التزويدات هذه طبعا من الوكاله، فيها جميله من هذه السيارات مشاهدينا الكرام. هذه طبعا جت بعد الاكس 5 والاكس 6 موجودات ايضا احنا عندنا هذه السيارات، بس كم بيكون سعرها ان شاء الله اخوي خالد هاي السياره؟ الاكس 7 سعرها بيكون 340,000 درهم. 340 سياره على الضمان الى على الان، ضمان الوكيل. ضمان الوكيل وفيها صيانه. ما شاء الله. نتفضل نسير قدام بعد الراوي مشاهدينا الكرام، مجموعة ثانية من السيارات. طبعا مثل ما خبرناكم اخوي خالد مهتم كان بسيارات البي ام، لكن الان ما شاء الله عند البي ام وعنده ايضا المرسيدس. بنشوف وياكم الاكس 5. نحن عنده مجموعة، لكن انا اخترت هذا اللون المميز الجميل ما شاء الله اللي هو لون الكحلي من هذه الفئة. بنشوف وياكم اخوي خالد، خبرنا عن الموديل ومواصفاته. هذا اكس 5 2020. نعم. هذا بيجي يعني شبابي وعائلي. صحيح. هذا بيجي منه 7 مقاعد مع ليزر لايت ورادار وإنارة نجوم وشاشات خلفية حق الناس اللي يقعدوا ورا. صحيح. أسعارها بتتراوح ما بين 300 و 320. 300 إلى 320. سيارة موديل 2020. 2020. العداد؟ العداد طبعا مستعملات شيء بسيط، 1000 كيلو. 1000 كيلو. إيه، ما بين 1000 كيلو 1500 كيلو. يعني نعتبرها 0 كيلومتر مشاهدي الكرام، بما أنها بعدها على ضمان الوكالة. لو مميز أخوي خالد فيها هذه تيك المحركات بين 8 إلى 6 سلندر، فهذه كم؟ هاي اللي عندي 6 سلندر. 6 سلندر. في منهم 8 سلندر. نعم، لكن هذه حاليا 6 سلندر. هذه حاليا 6 سلندر. والثمانية سلندر كم بيكون سعرها؟ 8 بيوصل سعره ل 400 420، يعني زياده 100,000. 100,000 زياده على ال 6 سلندر. طبعا فئه المحرك فرق مشاهدينا الكرام، لكن الحاله الخارجيه نفس الشيء بالتزويدات هذه اللي جايه من الوكاله. نفس التزويدات. نعم. 8 سلندر اختلاف في الماكينه واختلاف في الرنجات فقط لا غير. فقط هذا بيكون سعر زياده 100 عن هذا السعر. مثل ما تشوفون لون مميز، لون كحلي من داخل، لونها ايضا اللي هو البني او الجمري مشاهدينا الكرام، وسياره جدا رائعه مثل ما قلنا، سياره استخدام شخصي او عائلي ايضا. بننتقل اخوي خالد ايضا، احنا اعطينا البي ام شوي مثل ما تقول اعطينا حقه، بننتقل ايضا للفئه الثانيه من هذه السيارات الجميله الموجوده عندك اللي هي المرسيدس الفئه الجي الام ال. هذه هذا مرسيدس جي ال اس. جي ال اس. نعم. ام كيت 2019. طبعا هذا عليه ضمان الصيانه من قرقاش من الوكيل نفسه. 2019 سياره. 2019 سعرها 200,000 درهم. 200,000 درهم. سيارات ما بين 30,000 لـ 40,000. 30 إلى 40,000 سعر ماشيات العداد. ماشي من العداد. نعم. ومواصفات السيارة؟ مواصفات السيارة تجي كمان سيارة عائلية،
سبع مقاعد بانوراما. نعم. عليها كتل اي ام جي ونافيجيشن وتحكم عن طريق نعم. الستيرنج وخروج مسار ونقطه عمياء، يعني مواصفات جيده. اللون اسود مشاهدين الكرام، سياره مواصفات عاليه، سياره جايه من الوكاله بدون اي تعديل من اصحاب المعارض. مثل ما تشوفون هذه السيارات سيارات عائليه وايضا سيارات دفع رباعي وسيارات جميله. مشاهدين الكرام، كم ماشيه تقريبا استاذ خالد هذه؟ عندي ماشي 30 لين 40 الف. 30 الى 40 الف كيلومتر، طبعا مع ضمان نعم. وصيانه 5 سنوات جميع دول الخليج. ما شاء الله جميع دول الخليج، يعني سيارة بغيتوها استخدام داخل الدولة، بغيتوها للتصدير أيضا مشاهدينا الكرام، ما عندكم مشكلة تصدر لجميع الدول تقريبا طبعاً. أستاذ خالد طبعا طبعا نعم. ونحن سياراتنا أكثرها من بيعها تصدير ومن بيع محلي. ما شاء الله، طبعا شفنا وياكم احنا البيئة مشاهدينا الكرام، وشفنا أيضا المرسيدس، وأيضا هذه السيارة الجميلة طبعا هذه عليها طلب كثير في الفترة الأخيرة ما شاء الله. أخوي خالد لو تخبرنا عن ما شاء الله، حتى اللون جميل ما شاء الله، خبرنا الموديل والمواصفات. هذه سيارة ميني كوبر موديل 2020، تجي بانوراما مع نافيجيشن. السيارة 0 كيلومتر، سعرها 105,000 درهم. 105,000. هاي السيارة شبابية. نعم. استخدام يعني بيستخدموها فئات طلاب الجامعة، الشباب، الموظفين الجدد. نعم. وجميلة للمدينة، خفيفة. وخفيفة وللباركينج واقتصادية، بنزين و وين ما رحت بتحصل باركينج. نعم، هذه المواقف طبعا تكون عليها سهله مشاهدينا الكرام، سياره الميني كوبر، بس هذه على فكره اربع ابواب مش باب واحد، شوفوا هذا عندنا هني سياره اربع ابواب هذه، لكن من بعيد تنشاف اللي هي الباب واحد ما شاء الله، سياره جميله مثل ما قال اخوي خالد، يستخدمون اكثر شيء الشباب واللي حاب انه يغير يستخدمها داخل ايضا المدينه يروم يستخدم هذه السياره. هذه اربع سلندر اعتقد اخوي خالد، اربع هاي ثلاثه سلندر، ثلاثه سلندر، ثلاثه سلندر توين تيربو ما شاء الله، ثلاث سلندر توين تيربو السياره. شفنا مجموعه من السيارات اللي عند اخوي خالد، ايضا بنشوف عندنا سيارات تميز فيها طبعا هذا المعرض عند اخوي خالد ما شاء الله، من البي ام والمرسيدس والميني كوبر، وايضا عنده تشكيله رائعه من سيارات اللي هي الكدلك. الكدلك هذا اللي موجود عندنا مشاهدينا الكرام. نعم تفضل، خلينا نتكلم. XT4 هذا نوع جديد نزل 2020. خبرنا عن مواصفاته استاذي والنوع والاسم، عفوا شو قلت لي؟ كاديلاك XT4. نعم، نوع جديد نزل بال 2020. سيارة بتجي بانوراما نافيجيشن، خمس مقاعد، فيها التحكم عن طريق الستيرنج، الابل كار بلاي، السي دي، يعني سيارة مواصفات عالية. سيارة مواصفات عالية، سيارة جميلة مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون حتى من داخل الجلد عندنا البيج وفتحة البانوراما، بالإضافة إلى المواصفات العالية اللي داخلها مشاهدينا الكرام. طبعا هذه موديلها حديث أخوي خالد، 2020 كيلومتر، جيل جديد من الكاديلاك. نزلت عندنا في الإمارات متى تقريبا؟ توه نازلة، هذا جيل جديد من الـ XT4. ما شاء الله. والمحرك؟ المحرك أربع سلندر، يعني على شكلها مشاهدينا الكرام شكلها شبه الدفع الرباعي، لكن سيارة أيضا اقتصادية، سيارة عائلية، سيارة جميلة مثل ما تشوفون. أنا أستاذ خالد أشوفها تنافس تقريبا الرافور والهوندا، كنفس الحجم. نعم، كنفس الحجم الرافور والهوندا اكستريل ولا نيسان اكستريل. نعم، نيسان اكستريل، الهوندا سي ار في قريبه. نعم، من نفس الحجم طبعاً. نفس الحجم تقريبا، يعني مشاهدي الكرام اللي يدور السيارات اللي هي هذه الاحجام العائليه، لكن فئات اخرى موجوده عندنا عند اخوي خالد هنا. خالد اخوي، سيارات ايضا داخل الدوله والتصدير بعد؟ هاي داخل الدولة للتصدير. نعم، هذه الحين نفس الفئة بعد هاي البيضة ولا في فرق عن الثانية؟ نفس الشيء، بس الألوان تختلف. الألوان، عندنا الألوان الموجودة مشاهدينا الكرام أخوي خالد، عدد الألوان اللي موجودة. في عندنا الأحمر الماروني، في الأبيض، في عندنا الأسود، في الكحلي، في السيلفر. سيلفر رمادي، نعم. وكلهن نفس الفئات. كلهم نفس الفئات. نفس المواصفات. كلهم نفس المواصفات، وأسعارهم بال 130 ألف درهم داخل 130. الدولة مع الضريبة. نعم، داخل الدولة. وسيارات كم العداد ولا صفر كيلومتر؟ صفر كيلومتر. سيارات ضمان يعني عليها 5 سنوات تقريبا اخوي خالد، عليها ضمان 5 سنوات وصيانه لين 70,000 كيلو، لين 70,000، سعره بيكون 130,000 درهم. انزين، بيك زبون اخوي خالد والله بغيت امول السياره، شو الاجراء اللي عندك؟ ما في مشكله، تمويل مسموح، موجود عندكم، عندنا علاقات مع بنوك كثير. نعم، وتسهيلات. سيارات هذه تنفحص ولا ما يبالها فحص تقريبا؟ هاي الزيرو ما يبالها فحص، ما يبالها فحص، اول سنه تسجلها ما يبالها فحص. تخلص اوراقها مباشره الى
المرور تسجلها دايركت، تستلم لوحات فورا، بس تعمل تأمين تستلم اللوحات. يا سلام، الله يعطيك العافية أخوي خالد، ونشكرك على هذه الجولة الجميلة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. شاكرين لك أيضا أنك سمحت لنا ناخذ جولة في هذا المعرض المميز الجميل. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، شكرا لكم جيتوا لعنا، نورتونا. الله يخليك، شكرا شكرا أستاذ خالد. طبعا المعرض هذا مشاهدينا الكرام يعتبر أيضا من أقدم المعارض الموجودة عندنا في إمارة الشارقة، واللي يجدد دائما السيارات اللي موجودة عنده. مثل ما خبرتكم في بداية الفقرة، هذا المعرض كان متخصص في سيارات البي ام دبليو، لكن ما شاء الله الان عند البي ام، وعنده ايضا الفئه الجديده من هذه السيارات الكدلك، وسيارات كلها اللي سمناها يعني هذه السيارات الصغيره تحت ال 130، وعندنا ال 105، وايضا سيارات الكبيره اللي هم مثل الاكس 7 والاكس 5 تتراوح اسعارهم بين 300 الى 400 الف. في عندنا 8 سلندر، وايضا في عندنا 6 سلندر. تعال واختار اللي تبغيه ان شاء الله، واخونا خالد واصحاب المعرض ايضا ما بيقصرون وياك. حياك الله مشاهدنا العزيز، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، حياكم الله ومع السلامه.